بعد زميلتنا الثانية هي سامية حدد. مع سامية حداد رح نتعرف أكثر على مواضيع مثل ما سألنا طبعا زميلتنا تمارا، بس رح نسألها اليوم لسامية تنشوف شو رأيها بهالمواضيع. ولكن اسمحوا لي بالأول استقبلها. أهلا وسهلا فيك سامية معنا. أهلا فيك، مرسي على الاستقبال. أنا بيسعدني تكوني معنا ضيفة في كوفي بريك، ننقل الكرسي من كرسي لكرسي. وأنا كمان. من بعد ما استقبلناها لسامية رح نشوف فيديو صغير تجربتها بمريم تي في. مشاهدينا، الدنيا ما بتوقف عند شخص معين، وزيادة وقت يكون الشخص مش عارف قيمتكم ولا مقدركم. كرمال هيك ما تضلكم ناطرين هذا الشخص، افتحوا صفحة جديدة وتمنوا لهم من كل قلبكم رحلة سعيدة، ما تضلكم حقدين عليهم أو كرهنينه لهذا الشخص. بعد هذا الفقرة بننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي General Knowledge. خلينا نقول انه العلاج وحده مش كافي، لازم كلنا نضل عم نقوم بانشطة بدنية ونعتمد نمط حياة صحي وطريقة تفكير ايجابية كلنا لحتى تكون علاجات طبيعية وما نضطر نعوز الدواء، وهيك بنقدر نجرب شوي نتخلص من الاكتئاب والحزن. من بعد ما شفنا سامية بتقديم برنامج كوفي بريك، طبعا عم بتلاحظوا بكل حدا منا عنده ميزة خاصة بتقديمه وفرحة كبيرة بنتشارك فيها كلنا بعيوننا، هي فرحة الأمل والحب لهالمحطة. ولكن رح أبدأ بالسؤال الأول لسامية، كيف بلش مشوارك؟ أنا خريجة إعلام، فكان صار لي تقريبا شي سنتين عم دبش ومش عم لاقي شغل، وكمان بقدم مع مريم تي في. وإذا بدقولي بالأول بدقولي بدون ياني أشتغل ورا الشاشة، كنت عم بعمل editing وسوشيال ميديا بالمكتب، بس أنا كنت مصرة لحبي للإعلام أنه بدي أطلع على الشاشة، فأصريت على مدير البرامج أنه بدي أعمل كاستينج وهيك، فرحت تمشي الحال وبلشت قدام الشاشة. طبعا بدي أسألك عن موضوع كتير مهم، يعني دايما في شيء بيضيف لنا بحياتنا، شو أضافت لك محطة مريم تي في؟ أضافت كتير. أول شيء صار عندي صوت ومنبر أقدر أحكي منه، أقدر أحكي صوت العالم يلي ما عنده صوت، وأكيد للمرأة، المرأة يلي نحنا مندعمها بهالإذاعة بكل قوتنا وبكل مواضيعنا، فكمان نحنا منجي لحتى نضيف وندعمها أكتر وأكتر. مثل ما حكيت سامية، طبعا المرأة كتير مهمة، موضوع كتير مهم بمحطة مريم تي في، ولكن إذا سألناها لسامية شو أهمية وجود هالمحطة للمرأة، شو بتعطيها من دعم معنوي أو كتير أمور، خليها هي تحكينا عنها. دعم من كل النواحي، نوقف حدا من كل المواضيع فيها تستفيد منها هي وعائلتها، كمان لحتى يصير عندها صوت مثل ما ذكرت، أو نحن نحكي عنها إذا هي ما فيها تحكي، لحتى تقوى ما تقبل حدا يستقوي عليها أو حدا يكون عم بيعنفها بالبيت، لحتى تقوى وتكون هي. سامية، لما بتكوني عم بتشاهدي مريم تي في، قد ايه الفرق كبير بين انك تكوني مقدمة برنامج ومشاهدة لهالمحطة؟ أكيد في فرق، كون عم بقدم هون من قلبي والفقرات أنا محضرتها مع الصور وكل شيء، وكون عم بحضر كمان بكون عم بستمتع، بكون عم بستمد قوة كمان كأنا كامرأة، وأكيد بنبسط بهالشاشة لأنه شاشة دينية كمان. يعني الفرحة قد ايه بتحسيها أنت عم تحضري البرنامج؟ لأن نحن قبل شوي ذكرت تمارا أنه نحن بنحضر البرنامج ونحن بنعده، فكيف عم بتعيشي هاللحظة يلي في شي نهار قلتي اف تعبت، او شو عم بتحسي بهالشيء بعد محطة مريم تي في؟
ما لانه انت بتحب الشغله والواحد بحب الشغله اللي عم يعملها، فما بيقول اف انه تعبت او زهقت. والزياده الحلو هون انه نحن بننقي فقراتنا، فكل حدا عنده فقرات خاصه فيه هو منقيها، فكل حدا منقي شو هو بحب او شو بحب يفرج العالم، فبتصير احلى وبتستمتعي اكثر بالشيء اللي عم تعمليه. نعم، بما انه هن يعطيونا الحريه انه نختار صح. الفقرات، قد ايه بدنا نشكرهم على ثقتهم فينا، هيك حسوا انه نحن قادرين نكون قد صح، وكل هالمسؤوليه. حدا قادر يعطي شو هو بحس ويعطي للعالم. بتحسي حالك ببرنامج تاني غير كوفي بريك؟ يمكن ايه، بس اكيد هون كمان بمريم تي في فينا ننوع على العالم، بس كمان كوفي بريك حلو لانه مميز مثل ما ذكرت قبل، كل واحد عنده فقراته الخاصة. وكيف بتعايدي مريم تي في على طريقتك الخاصة؟ بدي اعيد بالاول امنا مريم، اكيد كل شخص قيم على هالاذاعة ان كان ورا الشاشة او قدام الشاشة، ونضل من نجاح لنجاح واكثر سنين لقدام. لاحظتوا كمان مشاهدينا، عندي زميلة تانية سامية، وقبل شوي استضفت تمارا، وأنا حكيتكم عن تجربتي، عم بتلاحظوا أنه عم بتكون الأسئلة هي ذاتها، ولكن كل شخص عنده تجربة خاصة بيجمعنا شغلة واحدة بنقطة واحدة. أكيد شفتوها وانتبهتوا عليها، الفرح، الحماس، الطمأنينة.